أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضم فرقة عسكرية إضافية إلى العملية البرية جنوب لبنان، حيث تخوض قواته معارك شرسة مع حزب الله، وتضم الفرقة الواحدة بالتعريف العسكري نحو 10,000 جندي على الأقل، وسط توقعات مشاركة ما لا يقل عن 40,000 جندي إسرائيلي في العملية البرية. ومع إعلان حزب الله يوم أمس التصدي لقوة إسرائيلية حاولت التوغل جنوب لبنان، تتصاعد التساؤلات حول موازين القوى في المعارك البرية بين الجانبين وعن توقعات الأيام المقبلة للحرب التي يشنها الاحتلال على مختلف الجبهات. للإضاءة على ذلك انضم إلينا في الاستوديو الخبير العسكري العميد المتقاعد السيد صالح العبادي. مرحبا بك سيد صالح. حياكم الله أستاذ. إذن الاحتلال يواصل الدفع بفرق من جيشه من قطاع غزة باتجاه لبنان، ما المقصد من ذلك؟ هل هذا نوع من أنواع تخفيض التصعيد في غزة ورفعه في الجنوب؟ شكرا أستاذ محمد وشكرا لقناة رؤية. حقيقة القوات المتواجدة في غزة هي قوات ثابتة وهي ألوية، وقد أعطيت لها حرية العمل والتنفيذ في غزة، بحيث يتم التفرغ كاملا إلى العمل في الجبهة اللبنانية. نعم. هذه حرية العمل للألوية المتواجدة في غزة، وبعد أن تم سحب كثير من القوات إلى جنوب لبنان، هذه القوات المتواجدة في غزة أو حتى القوات المتواجدة في الضفة الغربية أعطي للقادة على المستوى المتدني والمستوى المتوسط، أعطي لهم حرية عمل ثابتة وكاملة، حرية عمل بحيث أنه يتم يعني التحرك والتوصل والقصف، حتى سرب الطائرات وحتى أيضا كتيبة المدفعية المتواجدة في غلاف غزة أعطي لهم حرية عمل، حتى يتم حرية عمل بالقصف والتدمير. ونحن شاهدنا كما يعني الكثير من القصف والتدمير في جنوب شمال غزة، هذا العمل وهذا الإجراء وهذه حرية العمل حتى يتم التفرق إلى شمال فلسطين وجنوب لبنان. هذه العملية في جنوب لبنان هي عملية تضم ما يقارب الأربع فرق إلى خمس فرق مع جميع وحدات الإسناد، ونحن نقرب للمشاهد المدني يعني أن وحدات الإسناد هي التي تسند هذه العمليات. الفرق هي كل فرقة يعني لديها ثلاث ألوية، سواء كانت ألوية مجولقة أو مجحفلة، والمجولقة هي المحمولة والمظليين والعمليات الخاصة والقوات الخاصة، والفرقة تضم أيضا ألوية مشاة وألوية دروع دبابات، والفرقة أيضا يتبعها ذيل إداري من كتيبة الهندسة سواء متفجرات، ويتبعها أيضا كتيبة التموين، ويتبعها كتيبة اتصالات، ويتبعها هذه الفرقة، كل فرقة يتبعها ذيل إداري أو يتبعها قوات إسناد، وهذه تسند عملياتها. وأيضا تم توزيع هذه القوات على ثلاث محاور أستاذ محمد. نعم. يعني ونحن نعلم المحور الغربي وهو المحور الأقرب إلى 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 الحدود السورية، حتى يتم من منطقة يعني تقريبا كفر كلا، منطقة المطلة لغاية منطقة عيت الشعب، ومن ثم هذه كلها محور كامل، والمحور الأوسط هو محور عيت الشعب، والمحور الغربي التي مؤمن هذا المحور من قبل الزوارق البحرية تقريبا والزوارق والمدفعية البحرية، وهو مؤمن. وهذه المنطقة الحدودية كاملة والتي تقريبا بين لبنان وفلسطين هي تقريبا 80-81 كيلومتر، تم تغطيتها بكامل هذه القوات. نحن نعلم أستاذ محمد والجميع يعلم أنه عادة ما يقوم العدو الإسرائيلي بعدة هجومات، هجوم رئيسي وهجوم تضليلي وهجوم مساند. يعني الهجوم الرئيسي والأساسي هو الهجوم على القاطع الغربي الشرقي اللي هو من يعني شرق لبنان والحدود مع سوريا، وهذا الهدف منه خوفا من أي إسناد من الجانب السوري والقوات. جيد. ولكن نعم. لماذا تقوم جيوش العالم بشكل عام وليس جيش الاحتلال؟ نعم. ما الذي يضطرهم إلى سحب قوات من مكان ووضعها في مكان آخر؟ هذه طبيعة الجبهات. يعني سحب القوات يعني له عدة أسباب. أولا سحب القوات من أجل تعزيز قوات أخرى إذا ما كانت هذه القوات تواجه أي قوات معادية أو قوات أو ضربات قوية أو تواجه مقاومة، إذا ما كان هناك احتمال أن يكون هناك مقاومة شديدة، وهذا أتوقع أنه الهدف الأساسي أنه المقاومة في جنوب لبنان وخاصة حزب الله قد استعاد قواه
وقد رتب صفوف قواته ورتب صفوف القادة لديه، ومن ثم الآن خرج من بوتقة القواعد الاشتباك وهي التي سيطرت عليه لمدة عام كامل، وخرج من هذه البوتقة التي وضعوها فيها، ومن ثم الآن بعد أن استفاق من الصدمة الكبيرة بعد الضربات المتتالية الآن يعني وزع صفوفه ورتب صفوف قواته. ولكن فترة قصيرة، هل تمكن من الاستفادة؟ هو 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 استعاد قواه بالنسبة لتوزيع القوات، بالنسبة للاتصالات هو رجع إلى الاتصالات الحقيقية ولم يستخدم أيضا الاتصالات الإلكترونية حتى لا يتم كشفه، لذلك هو رجع إلى توزيع. وهذا أمر مهم جدا أستاذ محمد، عندما نقول يعني الاتصالات الإلكترونية وهي مكشوفة أمام العالم، هو الآن رجع إلى الاتصالات البديلة سواء كان بالمراسلين الحربيين أو حتى بالدراجات أو خطوط الأرضية مثلا، أو حتى خطوط أرضية. نعم خطوط أرضية لا تخترق، الخطوط الأرضية الخط الأرضي السلكي لا يخترق. نعم الخط الأرضي لا يخترق إلا إذا كان حرف تي وصل يعني توصيلات، لذلك يعني يسعى البعض إلى إيصال حرف تي، لكن الخط الأرضي لا يخترق. أو حتى فهم الواجبات، ممكن أن يكون أعطي لكل مجموعة من المقاومة إلى خط مواجهة أو نقطة معينة بحيث يفهم واجباته جيدا، بحيث يؤدي واجباته بدون الرجوع إلى حتى إلى القيادة. لذلك هم أعطوا حرية حركة، حرية عمل، وحرية مناورة، ومن ثم قالوا لهم يجب أن يتم استخدام الاتصالات البديلة سواء بالأعلام أو بالدخان أو بالاتصالات الأرضية أو حتى في فهم الواجبات. لذلك الهدف الأساسي لانسحاب هذه القوات أو سحبها من مكان لمكان هو أن يكون هناك مقاومة شديدة، وتوقعت القوات الإسرائيلية أن يكون هناك مقاومة. لذلك نحن نعلم من 10 أيام تقريبا على الحدود كاملة، يعني كان يعني تقدم قوات العدو من أجل التماس مع قوات المقاومة بشكل حذر جدا، وهم تعلموا أيضا من غزة، يعني حقيقة يعني هم تدربوا وتعلموا من غزة عندما كانوا يعني وهذا ما يتحدث عنه جيش الاحتلال، يدعي أنه يسيطر على بعض القرى في جنوب لبنان، وهو أيضا ما يدعيه على رد المقاومة فيما يتعلق بقضية الاشتباكات. كيف تقيم الوضع على الجبهة؟ حقيقة يا أستاذ محمد، يعني التقدم للتماس من أجل التماس العدو من أجل مشاغلة المقاومة عفوا، والمقاومة هي أيضا حذرة جدا، والمقاومة الآن يعني لديها مخزون استراتيجي من يعني الأسلحة التي لم يصلها قوات العدو، وهذه وهم يعني يحذرون قوات الإسرائيلية من أن يكون لديهم هناك أسلحة خاصة صواريخ، وخاصة صواريخ ميمدال ضد الدبابات أو حتى ضد الأفراد أو أسلحة، ولذلك يخشوا القوات المسلحة القوات الإسرائيلية من أن يقوموا قوات المقاومة بالتصدي أو بضرب هذه الأدب، لذلك هم يجتازوا الحدود يعني بحذر شديد جدا خوفا من التوغل والمواجهة. ولكن يا سيد محمد والأخوة المشاهدين، تسعى الآن القوات الإسرائيلية إلى التحرك من القاطع الغربي، وأيضا بالأمس رأينا أيضا تحرك من القاطع الشرقي من خاصة الناقورة وشرق الناقورة، الآن يسعوا إلى هذه العملية. والهدف الأسمى للقوات والهدف الفعلي للقوات الإسرائيلية هو أخذ موطئ قدم يعني من منطقة المطلة لغاية منطقة السور، هذه 10 كيلومتر 20 كيلومتر، حتى يثبتوا ويؤسسوا قيادات كما أسسوا قيادات سريم وقيادات يعني فيلادلفيا بالضبط هناك. لذلك هم يسعوا إلى التقدم ويسعوا إلى أخذ جزء من هذه الأرض، ولكن ماذا يفيدهم التفاوض؟ ماذا يفيدهم يعني أن يأخذوا مثل هذه الأرض؟ طبعا محور نت سريم يعني نحن نعلم فصل الشمال عن الجنوب، محور فيلادلفيا فصل مصر عن قطاع غزة، ولكن فصل المنطقة الجنوبية بهذا الشكل ماذا يفيدهم؟ أولا يا سيدي، أولا هم ينقلوا المعركة إلى ينقلوا المعركة من أرضهم إلى أرض المقاومة. اثنين، بالنسبة حتى يتم اقتطاع أرض وتثبيت قيادات في المناطق اللبنانية الجنوبية. ثلاث، حتى يتم التفاوض بقوة على الانسحاب أو على فرض قرار سياسي بهذا الأمر، وأيضا حتى يقنعوا العالم ويقنعوا مجتمعهم ويقنعوا يعني المعارضة لديهم أنه الآن حققوا شيء من النصر في هذه العملية. ذلك هي أسباب عديدة، لذلك نرى أنه هم يحاولوا قدر الإمكان أن يعني يتقدموا شيئا فشيئا، ولكن بحذر شديد إلى داخل التوغل داخل الحدود اللبنانية الجنوبية، ولكن مع هناك أيضا رأينا مقاومة من حزب الله، وكما قلت لك أستاذ محمد الآن بدأت الحزب الله الآن يستفيق، ومن ثم بدأ يضرب عمق إسرائيل، ورأينا بالأمس كثير من الصواريخ في عمق إسرائيل، ولكن قتيلان يوم أمس المطلوب الآن
هو ضرب قوات العدو المحتشدة. يجب على يعني المقاومة في 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 حزب الله أن يضربوا قوات العدو المحتشدة يعني على الحدود، وعليهم أيضا ضرب قوات الذيل الإداري والتجمعات. نحن نعلم أستاذ محمد، أنت تقصد الصواريخ التي تقصف في الداخل يجب أن تقصف على التحشدات، أن تقصف على التحشدات وعلى الحدود، بحيث أنه يخففوا من وطأة التقدم أو وطأة الهجوم. هناك أنواع من الهجوم، يعني الهجوم المدبر والهجوم السريع، لذلك هي تعمل على اختراق هجمات مدبرة من الجهة الغربية، وايضا اختراق هجمات مدبره من الجهه الشرقيه ايضا، حتى يتم تلاقي القوات، ومن ثم هم يبحثوا بحثا شديدا سواء كان بالمسيرات او حتى بالمراقبات الجويه، يبحثوا عن قوات المقاومه المتواجده في الجنوب، وهذا امر طبيعي. ولكن يعني نحن نقول يعني انه المقاومه لغايه الان تقاتل، ولكن بالأيام المستقبلية يعني مع هذه الحشد الكبير لهذه القوة، ويعني هذه خمس فرق طبعا، وخمس فرق يعني تعداد 50,000 50 ألف 60 ألف حتى مع القوات الإسناد كبيرة جدا، يعني هذه 50,000 60,000 قوة. ولكن هل يزج بها مرة واحدة أم لا لم على لن يزج بها، هي محاور وهي قواطع، هي محاور يعني كل فرقة لها محور أساسي، وكل فرقة تم تخصيص لها محور، وكل فرقة يتم هذا المحور يجب أن تتعامل معه بكل إمكانياتها المحاور. وحتى على مستوى مهدني أستاذ محمد أيضا في ألوية، يعني الفرقة اللواء أيضا يتم تحديدها مقترب من ضمن هذا كم المحور. عدد الجنود في اللواء الواحد؟ يعني اللواء أي لواء من 3,000 إلى 5,000 جندي تقريبا اللواء، ومن ثم في بعض الألوية أيضا حسب التنظيم الهيكلي لكل يعني مثلا القوات المسلحة في كل العالم لها تنظيم هيكلي، وهذا التنظيم الهيكلي ممكن أن يكون 5,000، ممكن أن يكون 7,000، ممكن 8,000 حسب ترتيب الفصائل وترتيب السرايا وترتيب الأعداد الدبابات والمنوشاة. نعم سيدي. سيد صالح، نرى بالعادة قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما تدخل إلى مكان معين تضع العلم على هذه الأرض بعد أن تسيطر على هذا المكان. متى نستطيع أن نقول أن جيش الاحتلال أو أي جيش في العالم سيطر على هذه القطعة من الأرض؟ جميع العمليات الجوية والضرب الجوي والقصف الجوي وقصف المسيرات وقصف الزوارق البحرية والمدفعية لا يعتبر احتلال أرض ولا يعتبر مسك أرض. يعني مسك الأرض هو من جد المشاة. إذا ما دخل جنود المشاة بأسلحتهم إلى أرض معينة ومن ثم حفروا الخنادق ومن ثم أسسوا مواقع سيطرة ومن ثم أخذوا مواقع حيوية ومواقع مهمة، والموقع الحيوي هو الموقع الذي يؤدي يعني موقع يؤدي السيطرة على قوات العدو الأمامية، والموقع المهم هو الذي أيضا يؤدي لتسهيل العمليات المستقبلية. إذا ما أخذوا أو احتلوا قوات المشاة تحديدا، وليس حتى الدبابات المعشاة، يعني قوات المشاة السائرة على الأقدام، إذا ما احتل قطعة أرض معينة ومن ثم أسسوا قيادات وأسسوا خنادق وأنهوا المقاومة في هذا المكان أيضا. طبعا يعني إذا كان هناك مقاومة لا نستطيع أن نقول أنه احتل الأرض. يا سيدي احتلال الأرض بغض النظر، إذا ما احتلوا قطعة أرض معينة ومن ثم توغلوا ومن ثم جاءت المشاة الآلية والمشاة الراجلة ومن ثم مسكوا هذه الأرض ومن ثم أسسوا خنادق وأسسوا قيادات وأسسوا اتصالات وحطوا روابط الهاونات وروابط المدفعية المتوسطة، ومن ثم يعتبر هنا احتلال. لكن بغض النظر، القصف الجوي لا يعتبر احتلال، القصف المدفعي لا يعتبر احتلال، القصف الحقيقي الاحتلال هو عندما يتحرك قوات المشاة ومن ثم يؤسسوا قيادات ويحتلوا نقاط معينة ومن ثم يحتلوا نقاط مهمة مسيطرة على قوات المشاة. هل أنت مع مقولة أن الطيران لا يحسم معركة؟ الطيران يا سيدي في العرف الحديث نتحدث عن طائرات F-35 ويعني القدرة التدميرية الهائلة التي نراها، هل أنت مع هذا الكلام؟ يا سيدي يعني صحيح، يعني نحن نعلم والجميع يعلم والمحللين يعلموا إنه السيطرة الجوية لقوات إسرائيل، يعني السيادة الجوية لديها سيادة جوية مطلقة ولديها سيادة مدفعية مطلقة ولديها سيادة زوارق مدفعية ولديها سيادة قوات وتدريب، وهذه معروفة سواء كان ضد يعني المقاومة التي في غزة أو حتى ضد المقاومة في حزب الله. السيادة بغض النظر، بالإضافة إلى الدعم الهائل اللامتناهي من الدول الغربية، ما هو يعني معروف أنه هذا دعم لامتناهي ودعم قوي ودعم كبير. وأيضا لن تقاتل إسرائيل وحدها، ولكن لن تحسم المعركة القوات الجوية،
القوات الجوية لا تحسم المعركة، التي تحسم المعركة هي قوات المشاة والدروع عندما تتوغل في أرض مقابلة. ولكن تسعى إسرائيل دائما، وهذا عادتها يا أستاذ محمد والأخوة المشاهدين، تسعى دائما إلى قتل الحاضنة الشعبية، إلى قتل يعني إلى قتل الأطفال، إلى قتل الشيوخ، قتل النساء، حتى يتم التأثير على القرار السياسي، وحتى يتم أيضا التراجع. هؤلاء المقاومين يا أستاذ محمد والأخوة المشاهدين، هؤلاء المقاومين هم لهم أبناء ولهم آباء ولهم عائلات ولهم بيوت. هذه البيوت عندما تدمر يعني مساحات كبيرة، وعندما تقتل الأطفال، هما لديهم عقيدة، عقيدة القتل، عقيدة دموية يا سيدي، عقيدة سواء كان عقيدة الضاحية وعقيدة القطاع أو عقيدة غزة، هذه العقيدة اقتل الحاضنة الشعبية واقتل الأطفال حتى يتم التهجير. ولكن الحسم يجب أن يكون باحتلال الأرض من قوات الدروع وقوات المشاة. نعم. أشكرك الخبير العسكري العميد المتقاعد السيد صالح العبادي، كنت معنا. شكرا جزيلا. شكرا الله يبارك فيك.